السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا دكتور. دكتور ممكن الفيس تاني يا دكتور، واحد واثنين وثلاثة وأربعة برضو، لأن تايهين مني خالص في الباسوي برضو. حاضر. دلوقتي احنا عندنا حاجة اسمها في عشان يحصل توقف لأي blood vessel injured four phase. والفور فيز دول معتمدين على four component. four phase معتمدين على four component. ايه هما الفور فيز دولت؟ الفيز الاولانيه هي الفاسكولار فيز اللي هي الانتجريتي اوف ذا بلاد فيزل، سمول انسيجن ينتهي بالفازوكونستريكشن اوف ذا بلاد فيزل ويتقفل البليدنج وخلاص، زي ما اتفقنا شك الدبوس مش محتاجه حاجه تانية. طيب الموضوع اكتر شوي، اكتر من شك الدبوس، زي ما قلنا جرح موس ده محتاج فازوكونستريكشن ومحتاج البليتلت فيز اللي هي تمبوراري بليتلت بلاج. البليتلت تتجمع وادهر توجذر ويعملوا بلاج عشان يقفلوا البلاد فيز. طيب وده يكفي مع الفازوكونستريكشن. طيب الموضوع بقى جرح أكبر شوية، جرح سكينة أو تروما كبيرة شوية، طوبة ولا حاجة وعملت large injury blood vessels. في الحالة دي إحنا محتاجين كمان الكواجيوليشن فيز، يبقى الفازوكونستريكشن ده فيز والبليتليت فيز وبعدين الكواجيوليشن فيز. الكواجيوليشن فيز دي بتعتمد على two pathways، intrinsic pathway و extrinsic pathway. طب الله سبحانه وتعالى ليه عامل two pathways؟ ليه مش عامل one pathway فقط؟ عشان لما يبقى فيه خلل في حاجة يبقى الـ other pathway يسد الخلل. لأن الـ intrinsic pathway والـ extrinsic pathway، الـ extrinsic pathway معتمد على factor 7 والانترنسيك باسوي معتمد على فاكتور 12 و11 و9 و8. واضح؟ سواء كان انترنسيك او اكسترنسيك هيعمل لنا اكتيفيشن لفاكتور 10. فاكتور 10 الاكتيف فورم بتاعه محتاج كالسيوم ومحتاج فاكتور 5 عشان يعمل اكتيفيشن للبروثرومبين يحوله الى ثرومبين اللي هو الاكتيف فورم بتاع البروثرومبين اسمه ثرومبين. الثرومبين الاكتيف فورم ده يحول الفايبرينوجين الى فايبرين والفايبرين يعمل الفايبرين كلوت لغايه لما يقفل البلاد فيزلز ويستوب عند هذا الحد. طيب البلاد فيزل قفلت والكلوت موجوده، يحصل حاجه اسمها فايبرينوليتيك ستيج اللي هي تكسير للكلوت، خلاص احنا مش محتاجينها، الانتجريتي بتاعت البلاد فيزلز قفلت، الطرفين قفلوا على بعض والكلوت اللي موجوده مش محتاجينها، يحصل فايبرينولايسز وده السولف وترجع لسموث وول بلاد فيزز الى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الانجر. واضح؟ محمد تمام يا دكتور، واضح مفهوم؟ يعني هم اربعه فيز، الفيز الاولاني بتبدا الفاسكولار وبعد كده البليتلت وبعد كده بتيجي الكلوتنج والفيبرينوليتيك في الاخر. تمام يا دكتور. والفور ستيج معتمده على العامل الاساسي في كل واحده. الفيز الاولانيه معتمده على البلاد فيزل وول، الفيز الثانيه معتمده على البليتلت نمبر وفانكشن، الفيز الثالثه معتمده على الكواجيليشن فاكتور، الفيز الرابعه معتمده على الانتي فايبرينوليتيك ستيج الانتي فايبر الانتي كلوت.
انتي كلوتنج فاكتور ستيج اللي هي الانتي ثرومبي. مفهوم؟ تمام يا دكتور. الانفستيجيشن برضو بتاعت كل فيز، يعني الفيز الاولاني والثاني والثالث، احنا معتمدين على حسب يور سسبشن. ولو من غير يور سسبشن اعمل البليدنج تايم والسي بي سي، لقيت البليدنج تايم نورمال والسي بي سي البيتلت كاونت نورمال، يبقى ده كوجوليشن فاكتور ديفكت. اعمل البي تي والبي تي تي والسلام عليكم. بس مفهوم؟ تمام يا دكتور. تمام طيب. شكرا. اي سؤال تاني؟ شكرا جزيلا. اي حاجه مش واضحه يا اولاد؟ طيب البربرا، البربرا ده عباره عن ماينوت بليدنج، بيبقى سببه يا بليتلت يا فاسكولار ديفكت. والماينوت بليدنج ده ممكن يبقى بتيكي صغيره قوي او اوكموزس كبير شويه. اللون بتاع الريش بيبقى بيربر، مش بيبقى احمر ريد، بيبقى بيربر بنفسجي شويه كده. غالبا لما يكون السبب بيربرا، لما يكون السبب بليتلت، بيبقى بين بوينت هيمرش في الغالب، يعني بيبقى بين بوينت هيمرش صغير، سواء كان في السكن او في الموكس ممبرين. الهيمرش بيبقى نوت ريزد، والمهم جدا انه نوت بلانشد باي بريشر. مهم جدا نوت بلانشد باي بريشر. الهيموفيليا بتحصل في البريشر اريا زي الني جوينت مثلا او الهيب جوينت او الالبو جوينت، الاماكن اللي انت بتقعد عليها او عامل فيها بريشر. البربرا بتحصل في الاماكن اللي ما فيش فيها بريشر زي السوبرا كلافيكولار اريا والسوبرا كلافيكولار اريا، اريا ما فيش فيها بريشر. دي مقدمه عامه عن البربر ايه هي والكريتيريا بتاع الراش ايه هي. طيب من يمه الايتيولوجي بنقسم البربر الى يا اما ثرومبوسايتوبينك بربر يا اما نون ثرومبوسايتوبينك بربر، يا ثرومبوسيتوبينك يا نون ثرومبوسيتوبينك. لو كانت ثرومبوسيتوبينك بيربرا، يعني البيتلت كاونت بتاع البيتلت كاونت اقل من 150,000، ممكن يكون حاجتين، اما ان المصنع فيه مشكله، يعني البليتلت برودكشن في البون مارو فيه مشكله، او ان المصنع بيطلع بليتلت كويسه وبتتكسر في الطريق. يبقى ايه اللي يخلي البليتلت كاونت قليل؟ يا المصنع ما بيطلعش الكميه المطلوبه، يا المصنع بيطلع وهم في الطريق في البلاد فيزل يحصل لهم ديستراكشن. ديفكت في المصنع اللي هو في البليتلت برودكشن اللي هو الهايبو ميجا كاريوسيتيك ثرومبوسيتوبينك بيربرا، اما انه يكون كونجينيتال او اكوايرد. اما انه يكون كونجينيتال او اكوايرد. كونجينيتال عندنا كذا نوع، ولكن المهم قوي الفانكوني اللي هو اتكلمنا عليه قبل كده، الكونستيتيوشنال بان سايتوبين فانكوني انيميا، ما اتكلمنا عليه في الانيميا في مقدمه برانش البلاد. وفي عندي نوع تاني اسمه ميجا كاريوسيتيك ثرومبوسيتوبينك وذ ابسنت راديوس، اسمها تار سندروم، اسمه تار سندروم.
ميجاكاريوسيتيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا ويز ابسنت ريديس. النوع الثاني الفانكوني انيما مشهور، او ان يكون البون مارو حصل له انفلتريشن بلوكيميك سيل زي الكونجنيتال لوكيميا، او يحصل ثرومبوبيوتين ديفيشنسي فيتامين ديفيشنسي. ده الكونجنيتال اللي يخلي المصنع ما يطلعش الادكويت نمبر اوف بليتلت. طيب ايه الحاجات اللي تيجي من بره المصنع تكسره؟ الميجا كاريوسيتيك ابليز دي اكوايرد نتيجه دراجز او ايديوباسك، والابلاستيك انيم برضو دراجز او توكسين او راديشن او ايديوباسك، والمارو انفلتريشن بلوكيميا والليمفوما واي تيوم، او ان يكون امدادات المواد المطلوبه للتصنيع مش موجود نيوتريشنال ديفيشنسي زي الفوليك اسيد وفيتامين بي 12 وكمان الرينال فيلر. يبقى انا عندي الثرومبوسيتوبينيك بيربرا اما انها تكون ديو تو ديفكت في البرودكشن اوف ذا بليتلت في المصنع، وده هي كونجنيتال اكوايرد. الكونجنيتال عندي الفانكوني انيميا والتار سندروم، والكونجنيتال لوكيميا والبولمونري انفلتريشن. الاكوايرد الابلاستيك انيميا والميجا كاريوسيتيك ابليزيا والمارو انفلتريشن والنيوتريشن ديفيشنسي خصوصا الفوليك اسيد وفيتامين بي 12 والرينال فيلر. دولت يعملوا ثرومبوسيتوبينيك بيربرا ويز هايبو ميجا كاريوسيتيك ويز هايبو ميجا كاريوسايت، وده هيبقى ديفكت في المصنع. طيب لا، المصنع شغال وعنده الامداد بتاعته بيطلع بليتلت هيلسي، انما هي في الطريق اتكسرت. ممكن تتكسر اميون ونون اميون. لو كان اميون يبقى الاي تي بي، اميون ميديتد يبقى الاي تي بي، او نيونيتال زي الايزو اميون ثرومبوسيتوبينيا والماتيرنال اميون ثرومبوسيتوبينيك بيرك، وبرضه من خلال السيستميك لوبس اريثروماتوس. الاميون ثرومبوسيتوبينيك بيربرا عندي الاي تي بي والنيونيتال والسيستميك لوبس اريثروماتوس. ده الاميون ديستراكشن اوف ذا بليتلت. النون اميون بقى عندي الانفكشن، عندي الديسيمينيتد انترافاسكولار كوجولوباسي، عندي دراج انيوزد، عندي الهيموليتيك يورمك سندروم، عندي الهايبر سبلينيسم. يبقى الاميون ميديتد الاي تي بي النيونيتال ايزو اميون ثرومبوسيتوبينيا والسيستميك لوبس اريثروماتوس. النون اميون الدي اي سي والدراجز والانفكشن والهيموليتيك يورمك سندروم وال ثرومبوسيتوبينيك بيربرا والهايبر سبلينيسم. ده الكلاسيفيكيشن اوف ثرومبوسيتوبينيك بيربرا. يا ديفكت في البرودكشن يا ديستراكشن في الطريق. ديفكت في البرودكشن يا كونجنتال يا اكواير، ديستراكشن في الطريق يا اميون يا نان اميون. ده الثرومبوسيتوبينيك بيربرا ديكريز برودكشن، ده جدول يعني للي احنا قلناه قبل كده. النون ثرومبوسيتوبينيك بيربرا يعني على كده ان انا عندي نورمال بليتلت كاونت، فده ممكن يكون كواليتيتيف بليتلت ديس اوردر لو بليتلت فانكشن ديفكت زي ثرومبوسيتوبس، أو drug induced زي الأسبرين أو اليوريمي. يعني اليوريمي تعمل defect في البليتلت production وكمان defect في البليتلت function. يبقى عندي defect في البليتلت function يا acquired thrombocytopathies أو
دراج انديوز زي الاسبرين او يورين. ده اللي هو الكواليتيتيف بليتلت ديس اوردر او ديفكت في السمول بلاد فيزلز زي اميون كومبلكس فاسكولايتس الهينخش واللاين بيرب او انفكشن زي المنجوكوكسيميا والدي اي سي او دراجز او فيتامين سي ديفيشنسي او سكيرفي. يبقى النون ثرومبوسايتوبينك بيرب يا اما كواليتيتيف ديفكت في البليتلت فانكشن هو بليتلت ديسفانكشن ديسوردر زي ما اتفقنا ده عباره عن دراج انديوز اشهرهم الاسبرين والسيستم ديسوردر اليوريميا والاكوات ثرومبوسايتوسيس. ديفكت في السمول بلاد فيزلز اميون كومبلكس زي الفاسكولايتس هينخش واللاين بيربر ده نتكلم عليها وانفكشن زي المنينجوكوكسيميا والدي اي سي والسكيرفي والدراجز. ده تقسيمه البليتلت ديسوردر الثرومبوسايتوبينك بيربر والنون ثرومبوسايتوبينك بيربر. ناخد دلوقتي اشهر حاجه واهم حاجه عليكم النهارده الاي تي بي. زي ما الهيموفيليا مهمه جدا الاي تي بي مهم جدا. الاي تي بي اللي هي الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينك بيربر ده ثرومبوسايتوبينك بيربر بدون سبيسيفيك ايتيولوجي. مفيش شور ايتيولوجي. انما في سيرز. في سيوري بتقول انها اميونولوجي وفي سيوري بتقول انها ديو تو سبلين ديسوردر. اميونولوجي اللي بيعضد انها اميونولوجي ان الاي تي بي يوجوالي بريسيدد باي فايرال انفكشن 1 الى 2 ويكس بيفور الراش. الرول اوف ذا سبلين بيقول ان السبلين بيعمل engulfing او sequestration للدامج بليتلت وبيكون انتيبودي اجينست البليتلت وبيكون انتيبودي اجينست البليتلت. الاي تي بي اي اي تي بي فور 1 يير نسميها اكيوت اي تي بي. اول ما تبقى اكتر من 12 شهر نسميها كرونيك اي تي بي. يعني ده اطول اكيوت اعرفه انه يقعد سنه. يبقى الاي تي بي لو قعدت سنه لا زالت اكيوت. اول ما تعدي السنه نسميها كرونيك اي تي بي وده فيري رير. طبعا الاي تي بي عنده فيري انفكشن ولا الى 2 ويكس بيفور ذا اونست اوف ذا راش والراش يحصل immediately راش هيموراجيك راش بين بوينت بيتيكي او لارج اكموزس اول اوفر ذا بودي. ممكن يحصل بليدنج من اي ميوكس ممبرين زي الابستاكسس او الجامز او هيماتيمسس او الميلينا او انتركرينيال هيمش. ده بيحصل فقط في 1% من الحالات. احتمال يكون في انيميا نتيجه البلاد لوس. يوجوالي ليفر والسبلين ار نوت انلارجد. يوجوالي ليفر اند سبلين ار يوجوالي نوت انلارجد. ماشي يوجوالي ليفر والسبلين ار يوجوالي نوت انلارجد. فيري رير في الكرونيك كيسز ممكن يحصل enlargement للليفر والسبلين. ودي شكل الاي تي بي. usually بتبقى جايه بين بوينت راش او بتيكي does not blanch under pressure without fever. البتيجي بين بوينت والبربر او الكيموزس اللي محطوط عليها الدايره الكبيره شويه وده سيفير فور ده بنسميها بربرا فالمينانت. يعني بربرا سيفير اب تو جانجرين سميها بربرا فالمينانت. برضه اهو دي بربرا عادي وده واضح اهو بتيكي
اقل من 3 مللي، ده بتيكي او بربرا اكتر شويه. وبعدين في الصوره اللي في اقصى الشمال إيكيموس، يبقى البتيكي أقل من 3 من 10 من السنتي، البربرة من 3 إلى 1 سنتي، الإيكيموس أكتر من 1 سنتي. زي ما اتفقنا إن السبلين يعمل سيكستريشن وبيكون أنتي بليتلت أنتيبودي. ايه الفرق ما بين الاكيوت اي تي بي والكرونيك اي تي بي؟ الاكيوت اي تي بي اقل من 3 شهور والكرونيك اكتر من 12 شهر. طب ما بينهم؟ بيقولوا بنسميها بريزيستنت بيربرا، زي نظام الاكيوت دايريا والكرونيك دايريا والبريزيستنت دايريا، بيقولوا بنسميها بريزيستنت بيربرا. المهم انها ما دام ما وصلتش سنه اتس نوت كرونيك، اما تعدي سنه تبقى كرونيك. طبعا الاكيوت مور كومن ان تشيلدرن، الكرونيك في الادلت. الميل والفيم متساويين في الكرونيك، الفيم الاكثر. الاي تي بي بتيجي في السبرينج. البيتلت كاونت اقل من 100,000 او حتى اقل من 40,000. بتستجيب كويس جدا الاي تي بي للكورتيكوسترويد، تستجيب كويس قوي للكورتيكوسترول. ده بالنسبه للفرق ما بين الاكيوت والكرونيك اي تي. لاب اهم حاجه انك تشوف البيتلت كاونت وتبص على الهيموجلوبين ليفل والبلاد كورباسل، الوايت بلاد كورباسل والديفرنشال، وتتأكد ان هما نورمال. ليه تتأكد ان هما نورمال؟ عشان الخوف ان يكون البيتيكي ده برزنتيشن للوكيميا، عشان خوف ان البيتيكي ده يكون برزنتيشن للوكيميا، فلازم تعمل سي بي سي وتتأكد ان البليتلت كاونت فقط هي القليلة. طب لقيت البليتلت كاونت والار بي سيز قليلة، لازم تعمل بون مارو. لقيت البليتلت كاونت والو بي سيز قليل، لازم تعمل بون مارو. ثلاثة قليل بان سيتوبيني، لازم تعمل بون مارو. لو عملت بون مارو، مارو ده في الغالب ما بنعملوش، انما لو عملنا، لو لقينا تو المنتس ار افكتد، المفروض لما اعمل بون مارو في حاله اي تي بي الاقي نورمال وايت الجرانوسيتيك باس واي ونورمال الاريثروسيتيك سيرز، والاقي نورمال او انكريزد الميجا كاريوسايت. ده الاي تي بي، يعني لما اعمل بون مارو الاقي نورمال مفيش فيه حاجه. ده شكل السي بي سي، البليتلت زي ما انتم شايفين الاسماء عندها متكسره والباقي كله نورمال، يعني الار بي سيز نورمال والايزينوفيل نورمال، البيزوفيل نورمال، المونوسايت نورمال، الليمفوسايت نورمال، اتس اول. تعمل بون مارو اكسبيريشن او بايوبسي لو لقيت حد من الاثنين قليل مع البليتلت، الوي بي سيز قليل و او اب نورمال زايد قوي او قليل خالص، او في الهيموجلوبين قليل انكسبين ده، يبقى لازم نعمل البون مارو اسبيريشن او بايوبسي. بالاضافه الى السي بي سي بنعمل اتش اي في ستادي، بنعمل بليتلت انتي بودي تتر، ممكن نعمل دايركت هومز عشان نستبعد الاوتو اميون ثرومبوسيتوبيا. الديفرنشال حاجتين مهمين، الابلاستيك انيميا ودي حلها البون مارو، والاكيوت لوكيميا برضه حلها البون مارو، يبقى الاثنين حلهم البون مارو. المانجمنت الاي تي بي الاول كونسرفتيف، مهم قوي الجمله دي، البليت ترانسفيوجن في الاي تي بي از كونتر اندكيت.
is contraindicated unless في intracranial hemorrhage بس. يبقى البليت ترانسفيوجن is contraindicated. يا عم مش هي ثرومبوسيتوبيني؟ اه هي ثرومبوسيتوبيني. طب ما البليتلت لما ادي بليتلت يصلح؟ لا مش هيصلح، لان هيكون انتيبودي، والانتيبودي هتعمل مور ديستراكشن للبليتلت، فما تديش الا لو كان في مشكله، وفي الحاله دي تدي الهول فريش بلاد. الهول فريش بلاد امال قد ايه؟ كذا حاجه. اول حاجه ان انا ممكن ادي اي في اي جي اميونوجلوبين. امتى؟ لو في intracranial hemorrhage او حاله اديت لها ستيرويد وما جابش نتيجه، ادي الاي في اي جي لمده 1 الى 2 دايز. الجرعه بتاعته من 8 الى 1 جرام لكل كيلو جرام بير دي فور 1 الى 2 دايز. ده الفي اي جي. انما الستاندرد تريتمنت هو ان انا ادي بريدنيزولون 1 الى 2 مللي جرام لكل كيلو جرام بير دي فور 2 تو 3 ويكس، او ان البليتلت كاونت يرتفع فوق ال 20,000. بعد كده اعمل رابت تيبر تو مينيمايز ذا سايد افكت. ده بالنسبه للبريدنيزون. يبقى السبورتيف بعدين بريدنيزولون ما جابش نتيجه، ادي الاي في اي جي. في ناس بيقولوا ان ممكن ادي الانتي دي فاكتور. الانتي دي فاكتور بيقولوا انه بيحسن الحاله. طيب حالات الكرونيك اللي الاسترويد ريزيستنت ليها وما جابتش نتيجه في الاي في اي جي، اعمل سبلينكتومي. بيحسن 70 الى 90% من الحالات. ده بالنسبه لللاين اوف ثيرابي للاي تي. يبقى الاي تي بي الدوباسيك ثرومبوسيتوبينك بيربرا مثال للثرومبوسيتوبينك بيربرا. ده عباره عن اميون ميديتد بروسيس ليدنج تو ديكريز البليتلت نمبر اقل من ال 150,000. بتيجي ازاي؟ بتيجي في شكل بين بوينت بتيكي أو بيربرا أو إيكيميس مع بليدنج من أي مكان، مش من جي أي تي أو من النوز إبستاكسس أو من الكيدني هيماتوريا إتس أون. وفي 1% ممكن يحصل إنتركرين هيمش. طيب الحالات دي أشخاصها إزاي؟ بسي بي سي وبلاد فيلم، بشوف البيتليت كاونت والفانكشن البيتلت اجريجيشن. لو لقيت ثرومبوسيتوبينيا فقط بدون انيميا بدون ابنورمال ليوكوسيتيك كاونت، خلاص يبقى دي ستريت فورورد اي تي بي وابدا العلاج. لقيت حد فيهم افكتد مع البليتلت، يعني في انيميا انكسبليند انيميا او في ابنورمال ليوكوسيتيك كاونت بزياده او بالنقصان، احنا محتاجين نعمل بون مار عشان خايفين من الابلاستيك انيميا وخايفين من اللوكيميا. هل في انفستيجيشن تاني؟ في الغالب لا، ما بعملش حاجه تانيه الا ان انا ممكن اعمل انتي بليتلت انتي بودي. ده بالنسبه للانفستيجيشن. تريتمنت سبورتيف، وبحط بين قوسين معلومه مهمه جدا ان ممنوع البليتلت ترانسفيوجن، لانه لو عمل لو اديته هيحصل بليتلت انتيبودي فورميشن ويعمل مور ديستراكشن لشويه البليتلت الموجودين في السيركوليشن. امال ايه العلاج الايدل تريتمنت؟ ان انا ادي بريدنيزولون لمده اسبوعين او ثلاثه، او النمبر اوف ذا بليتلت يزيد عن ال 20,000. زاد عن 20,000 اعمل رابيد تابرنج للستيرويد تو افويد سايد افكت. ده بالنسبه للاساس. ادي الانتي دي؟ ممكن ادي الانتي دي. طيب الحاله اللي لا تستجيب للبنديزون ادي لها اي في اي جي على نص الى 1 جرام لكل كيلو جرام بير دي فور 1 الى 2 دايز. طيب الحاله اللي لا تستجيب لا لهذا ولا ذاك، ممكن اعمل لها سبلينكتومي.
اعمل لها سبلينكتو. ده بالنسبه للاي تي بي. حد له اي سؤال في الاي تي بي او فيما شرحته يعني قبل كده؟ ها تمام يا دكتور. تمام. طيب عشان الوقت بقى قصير قوي، عندنا الهينيخ شولان بيربر دي عباره عن نوع من الهايبر سنسيتيفيتي فاسكولايتس انفولف السمول بلاد فيزل بتاعت السكن. خدوا بالكم من الاورجان اللي انفولف السكن والجوينت والجت والكيدي، وبالتالي يبقى الهينيخ شولان بيربرا أربعة مانيفستيشن. في السكن هيبقى فيه إيه؟ ريش. وفي الجوينت هيبقى فيه أرثرايتس. في الجت هيبقى فيه كوليك أو ميلينا أو هيماتيمس. وفي الكيدن هيبقى فيه هيماتوريا أو كيدني انفولفمنت. الهينيخ شولان بيربرا 100% فيها سكن مانيفستيشن، فيها ريش بربريك ريش، و75% فيها جوينت، و50% فيها جي اي تي او جت، و25% فيها كيدني انفولفمنت. طب الريش بتاع الهينيخ شولان بيربرا يفرق ايه عن البتيكي بتاع الثرومبوسايتوبينيا بيربرا؟ انه لونه انها بالبابل بربريك ريش، دي اهم كلمه palpable يعني raised above the surface، وبيبقى predominant في lower extremities، بيبقى predominant in the lower extremities والباتروس، والusual upper limb والترنك بيبقى spared والفيس بيبقى spared، يعني بيبقى common على الباتروس وعلى lower limb، وبيبقى verbal وبيبقى palpable rash. ده بالنسبة للهينيخ شولان تريتمنت سبورت، ما بيبقاش فيه تريتمنت معين. الثرومبوزس uncommon في الشيلدرن، about 95% of venous thromboembolic events are secondary to underlying disorder associated with hypercoagulability state. الثرومبوزس إما إنها تكون inherited أو تكون acquired. الكومن عندنا في الأطفال الأكوايرد اللي هي الدي أي سي مثلا. والهايبرناتريمي والبوليسيسيمي سيستميك لوبس، كل ده يعمل هايبر كواجلابيلتي ستيت، يعمل ثرومبوزس. الانهيرتد ديس أوردر فيري رير، اللي هو بروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي او فاكتور في ليدين ديفيشنسي او انتي ثرومبين ديفيشنسي. يبقى اذا الثرومبوزس مش كومن في الاطفال، واللي في الاطفال كومن هو الاكوايرد ثرومبوتيك ديس اوردر زي دي اي سي والهايبرناتريميا والبوليسيسيميا ستيميك لوبس، والانهيرتد ديس اوردر زي البروتين سي وبروتين اس وبروتين وفاكتور في والانتي ثرومبين ديفيشنسي. ال manifestation بتاعت الثرومبوزس الاساس السسبشن الهاي سسبشن انه الطفل ده ممكن يكون عنده ثرومبوتيك manifestation. هناخد مثل على الثرومبوتيك ديسوردر ان تشيلدرن اللي هو الاكوايرد دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجولوبسي. دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجولوبسي، طبعا يوجوالي دي اي سي بيبقى سكندري ل فيري سيفير ديسوردر زي سيفير شوك أو سيفير انفكشن خصوصا بجرام نيجاتيف أورجانيزم، أو إن يكون في أسيدوز
والفاسكولايتس. طبعا دي كلها الايتيولوجي للدي اي سي. زي ما اتفقنا انفكشن زي الايكولاي انفكشن والجوكسيميا سيفير بيرن جاستروانتايتس سيفير ديهيدريشن واسيدوزس والهيموليتيك يوريميك سندروم، كل ده يعمل لنا دي اي سي. ادي الاشكال لل ثرومبوتيك مانيفيستيشن في ال دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كوجولاسي. تعمل له ايه؟ هتلاقي البليتلت قليله وتلاقي الفايبرينوجين فاكتور 2 وفاكتور 5 وفاكتور 7 قليلين، وهتلاقي مهم قوي بقى زياده الفايبرين ديجريديشن برودكت اف دي بي، ودي دايجنوستيك للدي اي سي. لو لقيت البليتلت قليله ولقيت الفايبرينوجين قليل تعمل فايبرين ديجريديشن برودكت اف دي بي، لقيته زايد يبقى ده بيشخص الدي اي سي. تريتمنت، اول حاجه تعالج الكوز. البليتلت القليله تنقل لها فريش فروزن بلازما، يعني هنا مش انتي بودي فممكن تدي بليتلت، و تديش هيبارين الا لو كان في وايد سبيس ثرومبوز بربرا فيمنانت. والافضل من هذا وذاك انك تعمل اكسشينج ترانسفيوجن وذ فريش بلاد سبيشالي في النيونيت. ده بالنسبه للثرومبوزس والدي اي سي، ويعني مطلوب مننا معرفته ببساطه بدون ما ندخل في يعني تفاصيل ما تهمكوش قوي. بالنسبه لي الفانكشن بتاعته هو الريزرفوار، وبيساعد في الهيماتوبويسيس في الفيرست 3 تو 6 مانث اوف فيتال لايف، وفي نفس الوقت بستورج لفاكتور 8 والبليتلت، بيعمل فلتريشن وديستراكشن للاولد ار بي سيز، بس هو كمان سايت للانتي بودي برودكشن زي حالات الاي تي. ده كل الفانكشن بتاعت الاسبلين. السبلين وميجالي كل الاطفال النيونيت 15% منهم يبقى عندهم سوفت بالبابل سبلين، و10% من النورمال من الاطفال النورمال يبقى صوت فيه سوفت بالبابل سبلين، و5% في الادريس يبقى فيه سوفت بالبابل سبلين. السبلين السبلين وميجالي يتحقق الليفر السبلين يبقى بالبابل لو كبر 2 to 3 times its normal size. يعني امتى تحس السبلين بلوز كوستال مارجن؟ لو السايز بتاعه زاد 2 to 3 times النورمال. اللي يهمني في السبلين هي الهايبر سبلينيزم اللي هو destruction لل blood cell product، destruction للcirculating blood cells، sequestration عشان كده في الهيموليتيك انيميا قلنا في sequestration crisis نتيجة engulfing أو destruction للـ RBCs بواسطة السبلين. طبعا لما يحصل الكلام بيحصل بانسيتوبينيا. الهايبرسبلينز بيخف بإيه؟ بإنك تعمل له سبلينيك. ودي اسباب السبلينوميجالي اللي حاجه كتير قوي، انفكشن هيماتولوجيكال نيوبلاز ميتابوليك كونجستيف، كل ما يخطر على بالك ممكن يؤدي الى هايبر